طيب وانا راح اتوقف مع هذا التقرير في الذي اجراه الزميل عبد الله العضيبي من خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي هناك في استراليا، وخرج لنا بهذه اللقاءات. نشاهد. نعم الحمد لله، انا اول تمرين لي يعني، وان شاء الله نفس الحكايه بكره نفس التمرين، وان شاء الله نعود نكون يعني ان شاء الله السبت ان شاء الله مع المجموعه يعني. كان الاصابه ما في الم؟ الحمد لله يعني اخف انا من الالم اللي راح، بس يعني الحمد لله يعني في تحسن الحين اكثر باكثر. الحمد لله رب العالمين، صراحه الاجواء حلوه، الشباب يدوا تمارين احسن ما يكون، وان شاء الله موعدنا ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله. في بعد عن مباراه استراليا ولا تحسونها قريبه؟ والله نحس انها قريبه يعني، بالعكس كنا يكون التحضير كويس، كنا تحس انها قريبه. الحمد لله نستنى اليوم هذا بسرعه اللي هو يوم الاربعاء ان شاء الله، الشباب قدم مسؤوليه وكنا قدم مسؤوليه ان شاء الله. لا الحمد لله الامور طيبه ان شاء الله، تمرين وحماس، وان شاء الله بكره مباراه وديه بعد ما ظهر مستوى يعني احسن من المباراه اللي راحت، عشان نستعد لمباراه استراليا ان شاء الله. التركيز والحماس يعني يجي من التمرين يعني، ما في امل يعني من ليله المباراه اقول لك انا متحمس ولا انا مركز، لا يعني الفتره هذه من يوم ان جينا من استراليا الكل مركز، الكل يعني قاعد يطق يسمع كلام المدرب، يعني صعب ان يعني ليله المباراه اقول انا بركز بكره مباراه، لا يعني التركيز يبدا من الحين لين مباراه استراليا. شوف يمكن مباراة بكره وديه لازم تظهر مستوى يعني خلاص يعني يطمن المدرب ان الكل جاهز، عشان تخش مباراة استراليا انت جاهز 100%، وان شاء الله الله يكتمها في الخير ان شاء الله. الاجواء تكتيكيه، حتى لو انه يعني تقريبا تقدر تقول قبل المباراه يكون ترفيه، لكن بنفس الوقت تكتيكي، اتوقع ان شاء الله انه بكره راح تكون عندنا مباراه وديه، ان شاء الله نظهر مستوى يعني جيد، و تعرف استعداد مباراة استراليا، وان شاء الله ربي يوفقنا كل جاهز للمباراة، وان شاء الله يعني اللي ناقصنا بصراحة التوفيق، الجو ما شاء الله تبارك الله جو اسري نقدر نقول، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. والله انا اعتقد يعني يمكن مباراة بكرة يعني يمكن هي اللي حتبين الهوية اللي حتكون عليها المباراة، اعتقد انه مباراة جدا كويس حتى وقتها يعني كويس يعني نلحق ننسجم يعني اكثر، يعني المباراة راحت بدأنا ننسجم شوية، وهذه المباراة ان شاء الله نكمل عليها. واكيد انه الاهم ان شاء الله يوم 29 بامر الله. والله الشيء الجميل في الموضوع انه كانت في مباراتين، يعني يمكن لو كان ما في مباراتين يمكن تشعر بملل، لكن يمكن المباريات بتخليك يعني في جو المباراه، وهذا شيء طيب، وان شاء الله يعني نقدر نتوفق ان شاء الله في المباراه الاخيره يا رب. والله الحمد لله زي ما الاجواء حلوه الكل شايف يعني انتم شايفين، ان شاء الله انا متفائلين خير، الله يوفقنا ونتمنى الناس ان يدعوا لنا. شكرا للزميل عبد الله العضيبي الذي خرج لنا بهذه اللقاءات من المعسكر المقام حاليا في استراليا منتخبنا السعودي، نتمنى له ان شاء الله التوفيق في المباراه القادمه، المباراه الحاسمه والمصيريه لمنتخبنا يوم الاربعاء القادم امام المنتخب الاسترالي. نذهب